السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. موعد مباراة ميلان أمام النجم الأحمر في ذهاب دور ال 32 من الدوري الأوروبي 2020 2021 أو اليوروبا ليج. معكم محمد نور الدين، لأول مرة تزوروا القناة انزل اشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، المباراة بعدها بإذن الله تعالى اليوم الخميس 18/2/2021 الساعة 7:55 دقيقة او 8 الى 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا، الساعه 8:55 او 9 الى 5 مساء توقيت مكه المكرمه والسعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق. المباراه ميعاد الساعه 9:55 دقيقه او 10 الى 5 مساء بتوقيت الامارات وعمان، والساعه 6:55 دقيقه او 7 الى 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعه 5:55 دقيقه او 6 الى 5 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بي ان سبورتس اتش دي 5 او 5 ومعلق المباراة حسن العيدروس، والمباراة ستلعب على ملعب النجم الاحمر. وكان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر الخلاصة، اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.